أنا موظف في دائرة حكومية، وهذه الدائرة تكلف مكتوبيها بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعة، ولا أحد من المكلفين يأتي للعمل. وبعد أن هداني الله للحق طلبت من مدير شؤون الموظفين مراقبة الموظفين العمل وألا يكلفهم، ولم يستمع لكلامي لأنه يكلف معنا ولا يحضر، وطلبت كذلك تنزيل اسمي من التكليف علما بأني محتاج لهذا المبلغ لأني أعود أسرة كبيرة، وهذا المبلغ إذا لم أخذه أنا أخذه غيري بأي طريقة، فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، هذا خيانة، خيانة من الآمر والمأمورين جميعا. أمر بغير عمل هذا خيانة، وإذا خان الناس لا تدخل معهم، إذا خان الناس لا تدخل معهم ولو خانهم ولو خانوا الأموال، نطبق على الكلام ولا تكون مع الخائنين. نسأل الله السلامة والعافية.